بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوع شاغل الدنيا بحالها. الناس كلها دلوقتي بتفكر ازاي فلوسي لا تتآكل، ازاي فلوسي ما تضيعش عليا، ازاي استثماراتي تكون في امان. طبعا عندنا شريحة كبيرة جدا مش بتحب البنوك، وعندنا شريحة تانية برضو كبيرة جدا بتحب البنوك، ولكن الناس دي ما بقتش في امان دلوقتي. يعني اللي مش بيحب البنك خلاص عارف لنفسه استثمارات، يعني اشترى كمية دولارات وشالها على جنب، وجزء تاني اشترى كمية من الذهب وشالها على جنب، والحقيقة الاتنين ان شاء الله هيكونوا مستفيدين وهيحققوا تارجت من المكسب كبير جدا، لان هم عارفين ان استثمارهم مش استثمار قصير الاجل. شوية شوية بيلاقي نفسه حقق تارجت كويس، بيبدأ يبيع والدنيا جميلة. لكن الحقيقة اللي مظلوم دلوقتي شريحة البنوك، والشريحة دي الحقيقة بتكون ما بين سيدة أرملة، راجل على المعاش، واحدة ست على المعاش، كل الناس دي كلها أبائنا وأهالينا كلنا عارفين بيبقى شايل تحويشة العمر وهو ما عندوش طريقة للاستثمار. يعني موضوع الاستثمار ده هو مش بتاعه، ما يقدرش يشتري ذهب ويخاطر، بيخاف من نسبة الريسك في الدولار فبرضه يخاف يخاطر، فبيروح يحط فلوسه في البنك علشان خاطر يجيب له قرشين يكمل بيهم التزاماته الشهرية. ولكن الموضوع في الأول كان مختلف تماما غير دلوقتي. الناس الأول كانت بتحط زي مثلا عندي تضخم 6% 7%، فبحط أنا ب 9%، فبحس إن أنا كسبان 2% فوق التضخم، فبكده بكون إلى حد ما في عندي عائد محترم. دلوقتي بقى التضخم 40% أو 39.7%، وأنا باخد 19%، يعني عائد سلبي تقريبا 21%، فالناس ما بقتش عارفة تعمل ايه. طيب امتى ممكن يتم اصدار شهادة جديدة؟ لانه انا من اصحاب شهادات ال 25% او زي مثلا 18%، اخدت فلوسي ورحت حطيتها في شهادة، حطيتها في اذون خزانة، حطيتها في استثمار قصير الاجل علشان خاطر قاعد منتظر شهادة. حابة اقول لحضرتك انه في الفترة القادمة مهما سمعت من تصريحات سلبية بتقول لحضرتك انه مفيش شهادة ما تصدقهاش، لانه لازم يكون في شهادة في الظروف اللي احنا فيها دي. ما ينفعش ما يبقاش في شهادة تجمع كل السيولة دي وما تنزلش للاسواق، لانه بقى في دلوقتي معضلة كبيرة جدا. ولكن دلوقتي حابة انه حضرتك تفهم معايا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. دلوقتي انا عارفة ومتأكدة انه خلاص ما ينفعش يتم اصدار شهادة جديدة غير في حالتين. الحالة الأولى إنه يكون البنك المركزي مفيش قدامه غير إنه يعوم، ساعتها لازم هيصدر شهادة جديدة حتى لو ما رفعش الفايدة. الحالة الثانية إنه يتم رفع أسعار الفايدة لمجابهة التضخم. طيب هل حاجة من الاتنين متوقع تحصل الاجتماع القادم يوم 21/12؟ هقول لحضرتك إنه التوقع الأكبر بيقول إنه الاتنين، ومش أنا اللي بقول. هقول لحضرتك دلوقتي مين بيقولك. فضلوا كتير جدا يقولوا لنا في تعويم مفيش تعويم، في تعويم مفيش تعويم، ولكن انا قلت لحضراتكم كتير جدا تصريحات صندوق النقد الدولي، تصريحات البنك المركزي ووزير الماليه، هم دول اللي اقدر اخد منهم انه في تعويم او مفيش تعويم. طيب من يومين كان عندنا اجتماع مع مديره صندوق النقد الدولي والرئيس، ايه اللي حصل؟ حد طلع قال لنا انه مفيش تعويم؟ ما حصلش. مديره صندوق النقد الدولي قالت على صفحتها انه تم الاتفاق على بنود القرض، طبعا كلنا عارفين ايه هي بنود القرض واشتراطات القرض، وقالت انه هيتم زيادة التمويل، يعني قالت انه التمويل هيكون من 3 مليار وهناخد 1.3 اللي هم بتوع صندوق الاستدامة، يعني هنوصل تقريبا حوالي 5 مليار، 5 مليار جنيه. طيب اتكلمت على دول؟ اتكلمت عن مرونة سعر الصرف؟ لا، قالت انه تم الاتفاق. طيب ما احنا عارفين من البداية الاتفاق كان بينص على ايه، وده نفس الكلام اللي قاله امبارح دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مع لميس الحديدي لما سئل، قالت له طيب دلوقتي في شروط جديدة؟ قال لها الشروط احنا متفقين عليها من البداية، وكلنا عارفين انه اهم الشروط هي تخرج الدولة من الشركات الحكومية في نظام وثيقة الدولة أو تخارج الدولة، الحاجة التانية مرونة سعر الصرف، واللي بعد كده رفع الدعم. خلاص يعتبر في 2 دلوقتي خلصانين. فلما سألته عن مرونة سعر الصرف قالها احنا متفقين من البداية عن
الشروط اللي هي التعويم من الآخر، هما في يعني إلى حد ما كلمة التعويم ما بتذكرش قوي في الإعلام. قال إنه البنك المركزي عادي جدا يقدر يعني ينتظر شوية على تخفيض قيمة الجنيه أو التعويم، ولكن لحد معين، إن هو يكون معاه سيولة كبيرة أو غطاء دولاري يقدر يعوم من خلاله، وده إحنا كلنا عارفينه. وبالفعل بدأ يبقى فيه جمع كبير أو جمع الكميات كبيرة جدا من الدولار دلوقتي علشان خاطر يقدر البنك المركزي يعوم. طيب أنا هقول لحضرتك، أصلا هو مش هيعوم. دكتور فخري الفقي قال امبارح مع لميس الحديدي إنه الأيام القادمة سيلتزم البنك المركزي أو سيلزم على البنك المركزي رفع أسعار الفايدة يعني إلى حد ما بمستويات غير مسبوقة، وده بحسب كلامه هو مش أنا اللي بقول لحضرتك. بيقول كده لأنه البنك المركزي عنده مستهدف 9%، متخيلين دلوقتي 39.7%. قال إنه هيكون الرفع بوتيرة أسرع شوية علشان خاطر البنك المركزي يوصل للـ9%، يعني محتاج يرفع مرة واتنين وتلاتة، يعني هتشوف شهادة واتنين وتلاتة، يعني ممكن تشوف شهادة في شهر يناير وتشوف شهادة تانية في شهر تلاتة وفي شهر سبعة. والحقيقة بالنسبة لعميل البنك هو ده اللي مطلوب، مش المطلوب إنه أنت تديني الشهادة والتضخم 39.7% بعد ما تديني الشهادة حتى سي مثلا 30 35 اديتهاني حتى 40%. مش مطلوب بقى انه زي ما حصل مع اصحاب شهادات ال 25% نفس السيناريو يتكرر، ياخدوها 25% التضخم 22.5% شوية، والاقي التضخم وصل 37 39، فبقيت برضو انا نفس القصة بخسر. وانا قلت لحضراتكم لو اداني في الوقت الحالي مع تعويم شهادة 40% هتبقى بالظبط زيها زي الشهادة 19%، نفس العائد 21% بالماينس مش بالموجب. طيب السيناريو الأفضل بقى اللي اتقال امبارح، إنه يرفع لي أسعار الفايدة ولكن ما يعمليش تضخم، ويديني شهادة أيا كانت الشهادة هشوف إنه التضخم الأساسي بينخفض وشهادتي ثابتة عند ما هي 30 35 32 زي ما يديني، ولكن أنا بعدها هشوف إنه التضخم بينخفض وشهادتي بتحقق عائد بالموجب مش بالسالب. وده أفضل سيناريو لحضرتك، يعني ما تنتظرش التعويم، ما تتمناش التعويم، هتخسر مع التعويم. ده حصل مع أصحاب شهادات ال 25% وعايشينه دلوقتي للي سمعني من حضراتكم. حبيت أفهم حضرتك إيه الكلام اللي بيتقال حواليك دلوقتي. طبعا حضرتك كل يوم بتسمع فيه تعويم مفيش تعويم، فيه شهادة مفيش شهادة، وإحنا كمان بنسمع مع حضراتكم، واللي بنسمعه بالظبط بننقله لحضراتكم كبيان كامل، بنقول لحضرتك البيان بالكامل وبعد كده بنبدأ نحلله لحضرتك ونقول لك ايه اللي بيحصل. ولكن خليك عارف لو ده حصل هيكون افضل سيناريو ممكن حضرتك تقدر تحصل عليه لشهادتك اللي جايه، او حتى لو معاك شهاده قبل كده. تضخم ينخفض يعني حضرتك شهادتك بتعد بالموجب مش بالماينس، لكن في حال التعويم ايوه هاخد شهاده وبعديها بشويه يجي التضخم يرتفع ياكل مدخراتي كلها اللي في البنك واللي بره البنك، اللي معاه دهب بيتاذي واللي معاه دولار بيتاذي، كله بيتاذي. علشان كده حبيت اقول لحضرتك انه في الايام اللي جايه بتعويم هتشوف شهاده، من غير تعويم هتشوف شهاده، برفع اسعار فايده هتشوف شهاده، من غير رفع اسعار فايده هتشوف شهاده. وخليكم فاكرين الكلام ده كويس جدا، البنوك في دلوقتي في حاجه لعميل اكتر ما العميل محتاج للبنوك. الوضع سيء جدا جدا في مواقفهم الماليه وتصنيفاتهم السلبيه وحاجات تانية كتيره جدا، لازم حضرتك هتشوف شهاده. اتمنى كده يكون المعلومه وصلت لحضراتكم وقدرتوا تستفيدوا ولو بمعلومه واحده من الفيديو، ولكن بنتظر من حضراتكم. لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.